Hello. مرحبا أعتقد بأن الاستراحة لم تكن لم تكن طويلة أعتذر ولكن علينا أن نبدأ إن سنتحدث عن مستقبل الحوكمة هناك شيء يميز المستقبل وهو أننا لا نعرف ما الذي سيحصل فيه خلال هذا الأسبوع نحن رأينا كل ما توقعات كل الأفكار الخاصة بآليات جديدة مثلا الاتفاق العالمي للرقم العالمي وغيرها من الأطر وهنا نطرح على أنفسنا سؤال ما, ال ما هو الخاطئ في ما هو لدينا اليوم نحن نعرف بأن هناك العديد من الأفكار التي قدمت حول المستقبل ولكن دائما هناك ثغرة ويجب سد هذه الثغرة أه أن مثلا منتدى حكمة الإنترنت يعقد منذ ثمانية عشر عاما وعلى الرغم من ذلك ففيه العديد من الثغرات. نحن آه نحن آه مضى على عهدنا ثمانية عشر سنة وعندما ننظر إلى المستقبل نتساءل ما الذي يجب أن نقوم به بالنسبة لمستقبل مستقبل حوكمة الإنترنت وحوكمة الذكاء الاصطناعي وعندما نراقب الأمور. إذا نرى بأن الأمور بدأت منذ سنوات بعيدة بنوايا حسنة فإنها تطلبت وقتا طويلا والكثير من الجهود وعندما نتحدث عن إطلاق العنان لمنتدى جديد فإن هذا يعني بأن الكثير من الجهود تنتظرنا فالطريق أمامنا طويلة أفكر بما عملنا خلال السنوات الماضية أنا آ... أنا تشرفت بمشاركتي في عمل الأمانة، وكذلك في الفريق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين، ماج، وغيرها من الأمور. عملنا بكل نوايا طيبة، ولكن كان هناك ثغرات. لماذا كانت هذه الثغرات؟ وكيف يمكن لمنتدى حوكمة الإنترنت أن يسد هذه الثغرات، وذلك دون أن نتكبد عناء إطلاق منتدى جديد؟ لدينا عدة أسئلة، وفي البارحة كنا قد تحدثنا مع خبراء تفكروا وتأملوا في خطة تونس فيما نحتاج إليه في المستقبل، وكيف يمكن أن نسد الثغرات التي تمخضت عن الماضي، وما هي، وإذا لم يتمكن منتدى حاكمة الإنترنت من سد هذه الثغورات ما الذي يجب أن يقوم به المنتدى الجديد كل هذه الأسئلة آمل بأننا سنتمكن من الإجابة عليها اليوم و لكي نعرف ما الذي يمكن ان نفعله حتى نحل المشاكل المرتبطه بهذه الثغرات ساعطي الكلمه للميسره التي ستشاركني اداره هذه الجلسه شكرا لزميلتي مرحبا لكم جميعا الا تعتقدون بان هناك لغط حول كل هذه الحركات التي انطلقت حتى اليوم فيما يتعلق بالمجال الرقمي ونرى بانه في اليوم الرابع من منتدى حوكمه الانترنت نناقش هذه المسائل وعلى ضوء ما سمعناه خلال الايام الاربعه الماضيه نرى بان هناك لغط متزايد فيما يتعلق ببعض المسائل في حين أن البعض الآخر غير طريقة تفكيره التي أتى بها عند بيادة بداية هذا المنتدى ولكن مما لا شك فيه بأن كل هذه المواضيع المتعلقة بالمجال الرقمي أصبحت من المسائل التي هي في قلب الخطة الدولية اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وخلال جلسات عديده من منتدى حوكمه الانترنت اذا ركزنا على موضوع الذكاء الاصطناعي ولكن انا اتساءل مع تطور التكنولوجيات الجديده ومع تسارع تطورات مثل فضاء الميتافيرس وايضا التكنولوجيات الجديده الناشئه ومع ايضا اصدار 3.0 وقضايا التوصيليه والسرعه ومتطلبات التوصيليه السريعه والنافذه الثغرات والتفاوت بين الاقاليم المختلفه كلها تعدنا نفكر في مسائل اقتصاديه اجتماعيه وتعليميه مرتبطه بهذه المشاكل وايضا تدعيم امكانيات بعض اقاليم العالم حتى تتمكن من المشاركه في عمليات حوكمه الانترنت انا اود ان استذكر هنا وبعد ذلك ساعطي الكلمه للمشاركين في هذه الجلسه فاود ان اقول لكم ان نحاول تحديد اطار لنقاشنا واود ان استذكر بان هدف الوسس قمة العالم لمجتمع المعلومات في 2003 وفي 2005 فإن وزراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اتفقوا على أن هدف القمة قمة وسس هو التوصل إلى رؤية مشتركة إضافة إلى رغبة في إشراك الجميع في مجتمع معلومات حيث يمكن للجميع أن ينفذ إليها وأن يتق ويحصل على المعلومات في 2003 في جنيفا كان هناك 18 نشاطا كان مفترض لمجال الأعمال والمنظمات والأفراد أن يعملوا معا عليها حتى يتمكنوا من التوصل إلى وضع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة البشر وبعد ذلك أتت خطط. تونس في... التي اعتمدت في تونس في 2005 وبعدها آه رأينا بأن هناك منتدى حوكمة الإنترنت والذي ركز على النهج متعدد الأطراف مع مشاركة أصحاب المصلحة من الأكاديمية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص اليوم لدينا آه نحن نتطلع إلى وسس دائد عشرين بما في ذلك قمة المستقبل وايضا الاتفاق العالمي الرقمي وعمليات اخرى ما هي ما الذي يطمح منتدى حوكمة الإنترنت إلى تحقيقه؟ هل هو كاف؟ ولماذا؟ وإذا لم يكن كافيا، لما هذه الثغرات؟ هذا هو الإطار لحديثنا الآن. الآن سنعطي الكلمة للمتحدثين وقبل كل شيء سأعطي الكلمة لجوردن كارتر وهو مدير في دوت اي يو آه في استراليا لكن آه اذا هو مدير السياسات في AUDA Domain Administration. ادمنستريشن شكرا لك اسعد الله ظهيرتكم سعيد بالتواجد مع هذه المجموعه من المتحدثين المرموقين. ساكتفي بذكر ثلاث نقاط اساسيه النقطه الانطلاقيه هي مركزيه الانترنت في حياتنا. إن كان هناك فرد يعتقد أنه يمكن أن يعيش بدون إنترنت قبل 2020، فقد رأى رأي عينه أن الحياة مستحيلة بدون إنترنت خلال فترة الجائحة. الإنترنت مركزي لذلك في حياتنا، لذلك فهو هام. والأمين العام للأمم المتحدة ذكر تحديين اثنين. ألا وهي مسألة الإنترنت والتغير المناخ إذا ثلاث نقاط لأننا إن نجحنا في إدارة الإنترنت فإننا سنستطيع ازدهار الإنسان كما نتمناه في هذا الكوكب أي مجتمعات سالمة واقتصادات مستدامة في كل أنحاء العالم وملاحظتي الأولى هي بسيطة وربما هي لها اتصال بعنوان هذه اللجنه، لا يمكننا ان نفرض فصلا بين اداره الانترنت والاداره الرقميه او الحاكمه الرقميه، هما مترابطان الواحد بالاخر لانهما يحتاجان الى التكنولوجيا الرقميه وعلى الاتصالات، والاتصال الذي لدينا هو شبكه الانترنت. السياسه الرقميه في بعض الاحيان قد تنزاح عن الانترنت لوحده. وقد ولكنها تحتاج الى مؤسسات ولا نقاشات في اطار متعدد الاطراف من اجل ان يتم التنظيم والاداره في في اغلبيه الوقت العالم الرقمي والانترنت عالمان متصلان مترابطان ومن المفروض ان يبقى كذلك ولا سيما اننا نرى ان هناك موارد تبدد في امور متواجده في عالم وت... ل... لتكرر في العالم الآخر المسألة الأخرى هي مسألة نجاعة إدارة الإنترنت وحكمته من خلال نهج متعدد أصحاب الشأن فلذلك بالذات الاي جي هو منتدى هام جدا لانه يهيكل ويفرض التآزر ما بين جميع الفاعلين حول هذا العالم في مجتمعاتنا المختلفة وفي قاعتنا هناك مكان لكل المجموعات، المجتمع المدني، الجماعات التقنية، الجامعات، قطاع الأعمال والقطاع الخاص وبالطبع الحكومات. بدون هذا الخليط كنا سنكتفي فقط بنقاش تكنولوجيا أو نقاش سياسي، ولكن ليس هذا ما نحتاج إليه، ما نحتاج إليه هو حوكمة الإنترنت وإدارة الإنترنت. ولا شيء أوخم من تكرار الهياكل الحوكمية أو وعندنا منتدى اليوم يصلح لهذا وذاك ولم نعمل هذا العمل لا, لا, لا عشنا في منتدى يهمن عليه طرف واحد وليس هذا هو المقترح ليس هذا ما نرجو تحقيقه والملاحظة الثالثة هي مسألة الفجوات التي ذكرتها الميسرة أنا لا أريد أن أدعي أن منظومة حوكمة الإنترنت التي نملكها اليوم وصلت إلى الكمال هل هناك أي شيء وصل إلى الكمال في الوقت الراهن؟ العالم العالم تغير كثيرا منذ بداية الألفين وعلينا أن نواكب هذا التغيير وعلينا أن نعزز الاي جي اف المنتدى ورأب الفجوات وعندي ثلاث مقترحات أتمنى تكون قليلا ما استفزازية حتى استفز تفاعل مع الجمهور أعتقد أن هناك فجوة في الابتكار فجوة في التنسيق وفجوة في الموارد أنا لا أملك الرؤية التي يحتاجها الإنترنت ولكنني أعلم أنه إن أردنا أن نحقق الإنترنت الذي نبتغيها علينا أن نكون جريئين في وصف هذا الإنترنت ووصف أهدافه ما هي أهداف مجتمع المعلومات كيف نقيس التقدم كيف ندعم أهداف التنمية المستدامة كيف ندعم كل هذا من أجل تحقيق الازدهار الإنساني ما هو الانترنت الذي نريده وكيف نقوم ببنائه؟ لنرأب هذه الفجوات ولنتفق حول اساليب رأبها. <applause> وهذا هو السبيل من اجل حوكمه الانترنت وايجاد منظومه لذلك. واعتقد ان هذا المنتدى هو المنتدى الانسب لمناقشه الامور ليس لتعويض اهداف التنميه المستدامه ولكن من اجل تحقيق طريق يوصلنا الى الغايه الى الهدف نحتاج الى راب فجوه التنسيق نحتاج الى تنسيق قوي فيما بين اصحاب الشان والاي جي اف يمكن ان يكون ذلك المنتدى الذي ينبري بعمليه وواجب التنسيق مجر... مرة أخرى هناك بالطبع طرق عمل ينبغي أن تحترم جماعات الإنترنت العالمية من شأنها أن تقبل تنسيقا قويا ثم هناك فجوة الموارد الأمانة العامة للأي جي أف وعددها خمس أفراد فقط خمس أفراد تقوم بعمل جبار جدا جدا على الرغم من قلة أفرادها وعندما ت... ترى حجم نظم الحوكمة العالميه فانك تفهم مباشره اننا لم نضع ما يكفي من موارد في هذا المنتدى ولم نضع ما يكفي من مشاركه كما نحتاج اليها اذا فجوه الموارد هي فجوه ترابه هي الاخرى إذا خلاصة لا ينبغي أن نميز بين الحوكمة الرقمية وحوكمة الإنترنت، علينا أن نحافظ على أن نجم تعدد أصحاب الشأن وأن نضع أسلوباً لاستخدامه وعلينا أن ندمج جميع مجموعة أصحاب الشأن وأن نسمع للجميع وأن نرأب الفجوات الثلاث، فجوة الطموح، فجوة التنسيق وفجوة الموارد. شكرا شكرا لك يا جوردن وشكرا على ملاحظتك أعطي الكلمة الآن إلى ان منسقة اللجنة البرازيلية لدمة الإنترنت أو اللجنة التوجيهية للإنترنت شكرا شكرا لك أن أسعد الله ظهيرتكم سيدات والسادة أحيي المشاركين معي في هذه اللجنة وأشكر الأي جي إف على دعوتي للحضور فيها مما يحثنا جميعا للتعاون والرد على نقاط النقاش الاساسيه التي تبعنا وايضا المشاركه في تحقيق مستقبل الانترنت كجماعه عالميه سوف اعطيكم الان بعض التاملات التي تاتي من تجربتنا في البرازيل أول نقاط من هذا التأمل هو المشوار الذي أوصلنا لهذه المرحلة، الإنترنت اليوم يختلف كثيرا عما كان عليه قبل عشرين سنة عندما انعقد الويسس الأول، لقد توسع الإنترنت على في العالم وصار الأمر غير قابل للرجعة ويؤثر بشكل تام على حياة الناس. وصارت بناه التحتية وطيدة وصارت أساس من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات وبالطبع مع تكاثر التطبيقات على الإنترنت تغيرت أيضا استخدامات الإنسان لها له الحوكمة أيضا تغيرت ونمت وهناك مبادرة إقليمية ووطنية من أجل ذلك على سبيل المثال الاحتضان الاخير لأول منتديات اداره الانترنت في البرازيل لهيئه حوكمه الانترنت في البرازيل قبل شهر اليوم ان تنوع القطاعات وتنوع الاطراف الذين يحضرون في مثل هكذا منتدى اليوم عندنا 8000 فرد يحضرون حسيا وعلى الخط خير دليل على اهميه الموضوع ونحن بالطبع لا نريد ان يستخدم الانترنت من اجل التعرض للديمقراطيه ومبادئها او للتحريض على العنف او لبث واشاعه المعلومات المغلطه والمضلله او للمساس بحرمه الاطفال أو المراهقين أو وضعهم أمام مخاطر، وبالطبع هناك موضوع الذكاء الاصطناعي، لذلك من أجل مناقشة المستقبل علينا ألا ننسى التحديات التي تواجهنا لاسيما والمعضلة التي تواجهها جماعة الإنترنت. نحن ناقشنا وشاركنا في كثير من المحافل وعملية الويس الزائد أربعة والعهد الرقمي ال العالمي هما اثنان من عدد كبير من المبادرات الاخرى التي تدخل في اطار تكوين منظومه إيكولوجية للانترنت وهناك بالطبع قلق فيما يتعلق بامور هامه ينبغي يعني ان تتوافر في الانترنت الا وهي الشفافيه والدعم والمشاركه الفعليه في المناقشات والقرارات نحن علينا ان نتفادى تجزء الانترنت و وينبغي أن نفك تجزء من حوكمة الإنترنت وكل مجالاته التحديات كلها مترابطة كما قال جوردن كل قرار يتخذ في جهة يمكن أن يؤثر على جهات أخرى نحتاج إذن إلى أجندة موحدة وكثير من المو... من ما ورد في اجنده تونس لم يحقق بعد ونحن اعضاء في جماعه حوكمه الانترنت من شاننا ان نعيد النظر في ادوارنا وان كنا نفي بالمطلوب منا من من اجنده تونس اذا علينا ان نتفادى تجزء النقاش وان لا نخلق فضاءات حوكمة متنافسة مما سيضاعف المشاركة متعدد أصحاب السأن إذا كيف يمكننا أن نحسن من النموذج المتبع في منتدى إدارة الإنترنت ولل... ولتفعيل وتشجيع المناقشة بين جميع أصحاب الشأن لتحقيق ذلك نحتاج إلى احتضان التنوع لتحسين المشاركة متعدد أصحاب الشأن والتي تعتبر ضرورية من أجل مستقبل الإنترنت علينا أيضا أن نحتضن التنوع الجنساني وكل أنواع التنوع الأخرى فكلها هامة نردنا أن نعكسها شواغل كل أطراف المجتمع وهذا ما نقوم به في البرازيل النموذج متعدد أصحاب الشأن مليء بتحديات لأنه يفرض علينا تنوع ويفرض علينا قبول زوايا النظر المختلفة ولو كنا لن نوافق عليها لننتهز إذن هذه الفرصه من اجل التامل في التحقيقات والانجازات التي حققت من جماعه حوكمه الانترنت وكيف ساعدت في تغيير الطريق والتصدي للامساواه والاقصاء الذي يعاني منه البعض من الانترنت، من الهم بما كان ان نقوم بذلك وايجاد حلول بما في ذلك الحلول الرقميه. اذا حسب ما نرى الاي جي اف كان ولا زال وسيكون المكان الانسب لهذه النقاشات وشكرا شكرا لك يا غناتا اعطي الان الكلمه لليس وهي عضو في لجنة القيادة للآي جي ليز لك الكلمة شكرا لك يا أنا ساتم ظهيرة هنا أولا شكرا لكم على دعوتي للإدلاء بهذه الكلمة في هذه اللجنة تحدثنا كثيرا عن موضوعات عدة منها الأمن والابتكار والمهارات والمسؤولية والاستدامة لكن الموضوع الذي يخصنا هنا الموضوع الذي يخصنا هنا يأتي في وقته وفي وقت هام ويطرح علينا سؤالا هاما لأنه السؤال المتداول هنا ألا وهو ما هو مستقبل منتدى إدارة الإنترنت وحوكمة الإنترنت عموما؟ إذا التوقيت هام، لماذا هو هام؟ على ميسرة خبرتنا بذلك توقيت هام لأن الويسس زائد عشرين قريب كما أن هناك عدد من المبادرات السياسية في الأمم المتحدة التي ننتظرها مثل العهد الرقمي الدولي والذي سيكون جزء من القمة الموسعة الخاصة بالمستقبل والتي يقودها الأمين العام جوتيريس كما أنه سيكون هناك مبعوث أممي متخصص في الأمور التكنولوجية وهو من التطورات الهامة وأنا سأتحدث أو أتحدث كعضو في لجنة القيادة وفي حياتي العادية أنا المدير العام لإتنا وهي اتحاد شركات الاتصالات في بروكسل ولكنني هنا أتحدث بصفة عضو في اللجنة القيادية الأمين العام للأمم المتحدة كان أعطى تفويضا للجنتنا وسمعتمونا السنة الماضية وسمعتمونا طيلة هذا الأسبوع نحن كلجنة قيادية سوف نستمر في الخدمة حتى المنتدى التالي لجنة تتكون من خبراء يرأسها فينسيرف وتجمع بين أناس من جامعة تقنية والجامعات والمجتمع المدني القطاع الخاص والحكومات ونحن عملنا جاهدين من أجل التوعية بالمنتدى وتضخيم الرسائل الخارجة منه ومن الجوانب الأكثر بروزاً للجنة قيادة الاي جي هي وضع الانترنت للانترنت الذي نريد الذي نبتغيه وهذا تطلب تحديد سلسلة من الاهداف والغايات لدعم انترنت امن وسليم ومحترم للحقوق في شتى انحاء العالم هذا لا يعني اننا سوف نجري عملية املائية فرضية ليس هذا ما نرجوه لكن هذه المبادئ سوف تحظى ب... أو سوف تحدد من طرف المجتمع العالمي لذلك فعندما نستشير فإن نستشير بشكل موسع لا نستشير فقط الـ international internet community، جماعة الإنترنت العالمية نستشير الجميع نستشير الجماعة العالمية المجتمع العالمي لأن الجميع ينبغي يعني أن يشارك هذه الأيام ونحن كلجنة قيادة شاركنا أيضا في المجهودات لإعداد العهد الرقمي العالمي والرسائل التي وصلتنا منكم وعمل الميسرين مشاركين تمكننا في المشاركة في الإعداد لذلك العهد أنتم قدمتم لنا مدخلات ومساهمات في أديس أبيبا وفي 2021 أيضا في كاتسوفيتشا نحن كلجنة قيادة لم نعرف فقط عن موقفنا نحن حول الموضوع بل قمنا بتركيز مداخلاتكم المختلفة من المنتديين في طبعتيهما السابقتين وكذلك ما اتى من العملية الاستشارية التي اطلقنا. اما فيما يتعلق بالفجوات فهناك كثير من الانشطة التي تمت على جبهات متعددة والتي تخص الجوانب في الانترنت التي ينبغي ان تعزز نحن كلجنه قياده نريد تعزيز الاي جي اف لاننا نعتبر الاي جي كجزء لا يتجزا عن مستقبل الانترنت وحوكمته. بالنسبه الينا هام جدا ان نحفظ المشاركه والتمثيل ورأينا هناك عدد كبير مشاركين في طبعات اليابان هذه السنه اكثر اكثر من 8000 سمعت ان 9000 فردا تسجل للمشاركه في هذا الاي جي اف هذه السنه على الخط حضوريا لكن الامم المتحده تذكرنا ان مليارين و مليون من الناس لا زالوا معزولين عن الانترنت غير موصولين بالانترنت ونحن في الواقع نرى من خلال هذا الرقم اننا بعيدون كل البعد عن تحقيق اهداف التنميه المستدامه ولم نحقق الدائره الحميده التي كنا نرجوها في نفس الوقت التكنولوجيات ينبغي ان تمكننا من زياده وصول الناس للانترنت فللوصول جميع المجتمع ينبغي ان يشارك والفجوه الاكبر بالنسبه الي والمجتمع هو اننا نحتاج الى مشاركه اكبر واوسع واكثر تنوعا في الأجاب لا ينبغي ان نكون غرفه صدى نتحدث الواحد للاخر بما اننا نفكر في نفس آه لاننا نؤمن بنفس الامور، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو انه نحتاج الى مشاركه اوسع ليس فقط بين شركات الاتصالات، نحتاج الى قطاعات اخرى مثل المصارف، إدارة العمومية القطاع الصناعي والتركيبي، النقل، الصحة الجميع الجميع لأنهم لا يستخدمون فقط الإنترنت والمصنع بل يستخدمون ويطبقون يستخدمون مطورين من علي المستوى developers لخلق الحلول الرقمية المفصلة حسب المقاس وحسب الحاجة إذا نحتاج لمزيد من الناس في الـ IGF. الإنترنت كما قلنا لا يغنى عنه في حياتنا في اقتصاديتنا ويواجه تحديات في مجال الامن في حمايه البيانات في حقوق العمال في تنفيذ وتطبيق تكنولوجيا جديده حول المساواه والامان والسلامه في مكان العمل في الاقتراض في الوصول للتعليم في الحصول على بوليصه التامين التطبيقات لا تعد ولا تحصى ولذلك نحتاج الى ايضا مساعده مهنيي القانون والحقوق من المدعين العامين من المحامين من القضاه نحتاج الى خبراتهم ونحتاج الى حضورهم نحتاج اليهم في الاي ما معنى ذلك؟ هذا يعني انه ينبغي دائما وابدا ان نزيد مستوى المشاركه من الجنوب العالمي جلوبال هذه المجموعة هي التي تعاني من قلة الموصولية للإنترنت بجودة مرتفعة وموصولية جيدة وللمهارات أيضا ومن الأجهزة نحن نحتاج إلى مشاركتهم إن أردنا تحقيق الإنترنت الذي نبتغيها وأخيرا أعلم أننا في اللجنة القيادية لنا دور في هذا وأمامنا تحدي عظيم ولكن علينا أن نتقدم بمقترحات قيمة لهذه المجموعات المختلفة التي ذكرت وهذا يعني جهد اتصال بالعالم الخارجي أكبر من العادي وتحويل الأجاف كمكان نكون فيه أجمعين نشعر بتملك المبتغى ألا وهو تحويل الأنترنت إلى ما نبتغيه في المستقبل نحتاج إلى تقاسم الأعباء والتحديات والفرص التي يمثلها الإنترنت التكنولوجيا الرقمية ونريد تعزيز وتقوية النموذج المتعدد أصحاب الشأن كلمة أخيرة فيما يتعلق بمستقبل إدارة الإنترنت الإنترنت الذي نبتغي سيكون جزءا من العهد الرقمي الدولي ونعتقد أن هذا العهد ينبغي أن يدمج إدماجا كاملا في الآي جي أف والاي جي اف ينبغي ان يكون الاليه الانسب لمراقبه وتنفيذ القرارات المتخذه من طرف جماعه اصحاب الشان لتكوين مستقبل الانترنت وشكرا شكرا لك يا ليس. في اطار حوكمه الانترنت والتكنولوجيات الرقميه وفي إطار وجوب الوصول لكل القطاعات التي ذكرت سأعطي الكلمة لمتحدثنا أو متحدثتنا قبل الأخيرة السيدة أنيتا جوروموتي وهي مديرة تنفيذية لـ IT for Change تفضلي أنيتا شكراً اعتقد ان بعض الملاحظات التي ساقدمها ربما قد تكون مختلفه بشكل طفيف عما قاله من سبقني في كلمة في موضوع نؤمن ان ازمات العالم الرقمي هي ازمات متعلقه اساسا بحوكمته، اذا كيف يمكن ان نقوم بالتغلب على هذه الازمه وكيف نضمن المستقبل حوكمه الانترنت سوف تأخذ بالاعتبار في عالم كثرت فيه اوجه اللامساواه، الامين العام وعمليه عمليه اعداد للعهد الرقمي العالمي والتي اطلقها الامين العام قد ذكرت القمه العالميه للمجتمع المعلومات في 2025 الاعمال الاستعراضيه ولذلك علينا ان نعمل جاهدا لاعداد هذا العمل عمل الاستعراض، اذا ما الذي ينبغي أنا أعترف به ينبغي أن يكون هناك التزام فعال ومنتج في عملية إعداد العهد وهذا يتطلب مشاركة تاريخية من طرف الجميع وتوترات الجغرا التي يشهدها العالم متجدرة اليوم ولها تأثير كبير على الاقتصاد الرقمي وعلى الشركات متعدده الجنسيات وعلى والتي تأتي اساسا من دولتين اثنتين لا ثالث لهما. النقاشات السياسيه حول الامور الرقميه تخص كل المنظومه من التجاره الى التنوع الاحيائي الى الأغذية الى المحيطات. اذا النظام معقد جدا ومليء باللا يقين. إذا كيف نتقدم مع هذه الصورة الحالية؟ أولا لا ينبغي أن ننطلق من نفس المنطلق ونحن نبني مؤسسة المستقبل آه الإجازة السياسي 2030 الذي قدمه الأمين العام وضع مفاهيمين مفهومين اثنين لترتيبات المؤسسة وأيضا السياسة الرقمية ثلاثية الفضاء الرقمية للمستوى القريب وايضا سياسه الرقم المستوى البعيد ان منتدى التعاون الرقمي وفي نمطه الثلاثي يبدو انه الانسب للتعاون مع الاي جي اف والذي أخذ على عاتقه جميع مفاهيم الاي جي اف، نحن نعرف ان الحوار هام ولكن السياسه العموميه هي اكثر من مجرد حوار تاخذ هي المصالح العموميه والديمقراطيات والمداواة الديمقراطية وتأخذ بعين الاعتبار بالطبع كل تجليات التنوع. But both these must, must their وينبغي أيضا أن لا ننسى أن هو يقع علينا واجب آخر ألا وهو ضمان تعددية الأطراف والإصغاء للآراء المعاكسة مع الأسف دول الشمال العالمي لا تريد إعادة ترتيب الحالة الراهنة. Really, albeit with trust is a refrain that strips وعلينا أيضا أن نستمع للأصوات المختلفة لأننا بعيدين لأننا بعيدون عن عصر الهومو ونحتاج الى سرديه جديده فيما يتعلق بادماج الحقوق على الانترنت، بما في ذلك في الحقوق الموصوليه وفي حريه البقاء وعدم البقاء على الانترنت وحريه النسيان وايضا الحقوق في وضع الخوارزميات، انها كلها هامه وهناك ما يسمى AI Constitutionalism الدستوريه المتعلقه بالذكاء الاصطناعي to achieve coherence across the multilateral system cannot evolve. وبدون ذلك لا يمكن أن نحفظ النظام متعدد الأطراف ثالثا بدون أن نفرض واجبات إلزامية جديدة على الهيئات الوطنية في ولاياتهم المختلفة لا يمكننا أن نحترم حقوق الإنسان والدوام والاستدامة نحن في نقطة انعطاف الكوكب ليس تكريبيا ونحتاج إلى طموح نحن الآن وصلنا إلى نقطة نحتاج فيها إلى اعاده البدء علينا ان نقوم باصلاح المؤسسات الماليه الوطنيه ونظام الضرائب الدولي وذلك من اجل تمويل تنميه البنيه التحتيه هذا النقاش يجب ان يستمر وختاما ف ان الحوكمه الرقميه ليست في افضل حالاتها في الوقت الحالي ان هذا التقييم مستند الى امور ليست حقيقيه فنحن اذا قمنا بتطوير مؤسسات الحوكمه والاليات الخاصه بذلك وهذه كانت ملائمه لفتره معينه ولكن في الوقت الحالي فان هناك امور مختلفه يجب ان ناخذها في الاعتبار ويجب ان يتم اقلمت هذا النظام لكي تتماشى مع هذه الامور ونحن لسنا بقريبين من تحقيق هذا الهدف ان الاختبار او المحك النجاح في التعاون الرقمي هو الأمر الأساسي هذا هو المحك ونحن إذا علينا أن نأخذ في الاعتبار حقوق الناس في الازدهار حق هذا الكوكب في الازدهار ولذلك علينا أن نعيد بناء التعددية وإشراك الجميع في كافة المجالات شكرا أنيتا والآن أعطي الكلمة للمتحدث الأخير تيمي سوتو وهي في غرفة التجارة الدولية وهي تقوم بقيادة السياسات الرقمية العالمية شكرا على إعطائي الكلمة أنا اسمي تيميا شوتو وأنا أقوم بقيادة السياسات الرقمية العالمية في غرفة التجارة الدولية أو غرفة التجارة العالمية، والتي تنضم إليها أكثر من 45 مليون شركة من مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، نحن نمثل أكثر من 170 دولة، وأنا شخصياً حضرت القمة الخاصة بقمة العالمية لمجتمع المعلومات كان هذا منذ عشرين عاما أنا حضرت القمة التي حدثت ويسس زائد عشرة وأنا لا أصدق أن عشر سنوات قد مرت بالفعل على هذه منذ عقد هذه القمة والآن أود أن ابدا من هناك ابدا بما وصلنا اليه في العشرين عاما الماضيه واين نحن الان ان القمه العالميه لمجتمع المعلومات ويسس كما قال المتحدثون من قبل هي ما خلقت هذه الرؤيه لعالم يركز على الانسان من ناحيه تدفق المعلومات كانت هذه النقطه التي بدا منها هذا المنتدى و من من هذا المكان أيضا بدأت مفاهيم مثل تعددية المشاركين وما مختلف 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 الأطراف المعنية. وكما تعرفون فلم يكن من السهل أن يتم إشراك ممثلين عن منظمات غير الحكومية، عن المجتمع الفني والتقني والجهات المختلفة وذلك لكي يسمع صوت الجميع، وما حدث هو أن هو أن في جدول أعمالنا في الفقرة الثالثة والتسعين فإن الأمين العام يقول أن المنظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكل هذه الأطراف جميعا عليها أن تلتقي في قمة المستقبل لكي تتفق على الاتفاق الرقمي العالمي أليس كذلك فإذا نحن نعرف أن في اننا اليوم في هذا المنتدى ننظر في كيفيه تحسينه، نريد ان نعرف هل المنتدى وصل الى الاكتمال؟ هل تعدديه المشاركين في احسن حالتها؟ ليس كذلك هو الامر. فهناك مجال دائما للتحسين، علينا ان نفكر في ما هي المنتدى <applause> الهدف الذي خلق من أجله وهل قمنا باستخدام هذا المنتدى بأفضل الطرق هل سيقوم المنتدى بحل مشكلة توصيل الإنترنت للجميع لا ولكنه يقوم بالجمع ما بين شركات الاتصالات شركات الإنترنت والتكنولوجيا المصارف الإنمائية مختلف الأطراف لكي يتحدثوا سويا لكي يحققوا هذا الهدف ما هل سيقوم المنتدى بإعداد أو وضع معايير فنية؟ لا ولكنه يجمع ما بين المختصين لإعداد هذه المعايير التي نحتاج إليها في مستقبلنا الرقمي هل يحدد المنتدى معايير أو أعراف الأمن السبراني أو الـ الأمن السبراني لا فمرة أخرى يقوم المنتدى بجمع ما بين الأطراف المعنية لمناقشة هذه الأمور هل سيحدد سياسات بالنسبة للأمن السبراني عفوا للذكاء الصناعي الموثوق لا طبعا فإنه مره اخرى يجمع صناع السياسات واطراف اخرين اذن هذا هو دور المنتدى انه يجمع ما بين مختلف الاطراف المعنيه لكي يتحدثوا ويناقشوا ويحددوا ما هي الامور المطلوبه نعم هناك فجوات فما من تمثيل لجميع الاطراف ولا توجد لدينا الموارد الكافيه وهذا يخلق فجوه في المعرفه علينا ايضا ان نفكر فيما انجزناه هل سوقنا لذلك بالصوره الملائمه هل يعرف هؤلاء الذين لم يت... يحضروا لا, ي... لا يتواجدون معنا هنا اليوم بما قمنا بإنجازه هل يعرفون أننا بحاجة إليهم وأن عليهم أن يتواجدوا معنا هنا؟ فمن الضروري أن نتواصل مع الأشخاص الذين لم يتواجدوا هنا لكي نعلمهم بما يحدث وأننا نحتاج إلى مساهماتهم. فأنا إذا سأتوقف عند هذا الحد بالنسبة للجانب المتعلق بالفجوات. شكرا شكرا جزيلا على هذه المناظير. الآن أود أن أدعوكم جميعا أنتم المشاركين إلى التقدم إلى مقدمة الغرفة وخذوا الميكروفون قدموا أنفسكم وقوموا بالتعليق أو بالمساهمة بأفكاركم بشأن الفجوات والذي يمكن أن نفعله إذا ذلك شكرا جزيلا اسمي كارلوس فيرا أنا من إكوادور وأنا أتفق مع فكرتين رئيستين ذكرهما المتحدثين وهما النقاش الذي يركز على البشر وأيضا أن علينا أن نحافظ على هذا النموذج المتعدد الأطراف أنا شاركت في هذه الجلسات حوالي لمدة حوالي 25 عاماً و أنا سعيد برؤية أن هناك في هذا هذه المجموعة من المتحدثين ست سيدات ورجل واحد شكرا هل من تعليق لدينا أربع مايكروفونات يمكن أن تستخدموها لكي تتقدموا بتعليقاتكم وهل من مشاركات عبر الإنترنت؟ نعم لدينا مشاركة عبر الإنترنت هل يمكن أن تقرأوا التعليق أو السؤال؟ أرجو أن تأتوا للمايكروفون لكي تقرأوا علينا التعليقات عبر الإنترنت لدي بعض التعليقات هناك ايضا اشخاص قاموا برفع ايديهم الكترونيا هل يمكن ان نجعلهم ينضمون الى الحوار هل يمكنك الحديث ارجو ان تفتح الميكروفون هل تسمعونني نعم نسمعك شكرا جزيلا على اعطاء هذه الفرصه لكي أطرح سؤالي وأتقدم برأيي أنا انضممت للمنتدى في العام الماضي في أديس أبابا أنا ولدت في إثيوبيا وأنا أعمل وأدرس في أستراليا وأنا أنظر في الأمور المتعلقة بالعملات الرقمية ومدى إمكانيتي تتبع ذلك فإذا كنتم تتهمون بهذا الموضوع أخبروني وسؤالي هو كالآتي السؤال الأول بالنسبة لطبيعة الإنترنت كيف يمكن أن تكون محتضنة للجميع بينما تقوم الحكومات بإغلاق خدمات الإنترنت وتستغلها بصورة سيئة ثانياً هل ممكن الوصول الى تكنولوجيات مثل الانترنت بينما تمتلك الحكومه الانترنت بدون قانون دولي لحكومه الانترنت فهذه هي اسئلتي اذا اردتم مني ان اضيف المزيد من المعلومات او اصاله المزيد من الضوء على ذلك فيمكن ان افعل هذا، وايضا انا لدي بعض المقترحات يمكن ان اقراها عليكم اذا اردتم. تفضل، تفضل بقراءتها. ان التقنيات المتطوره مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل كتل القيمه، قيم المعلومات الى اخره، فان هذه التكنولوجيا تقوم بتوليد عدد كبير من البيانات والمعلومات هذه البيانات عباره عن ثروه وهذه الثروه مجمعه في ايدي الدول المتقدمه كل هذه التكنولوجيات تستعين بالانترنت في عملها فأولا نحن نحتاج إلى الأمم المتحدة أن تصدر قانون لحوكمة الإنترنت فإذا دعونا نفكر في الوصول إلى الإنترنت إلى المشاكل الكبرى مثل حرية التعبير والديمقراطية حقوق الإنسان تقييد الحقوق فكل هذه أمور تؤثر على الحكم المحلية على الحكومات المحلية وعلى الدول وتمكن من السيطرة على الإنترنت وما من محاسبة ما من مساءلة فهذا أمر يجب أن يتوقف ثانيا علينا أن نقوم بالتثقيف بشأن الأمن السبراني أيضا علينا أن نبدأ ب تثقيف مختلف الأشخاص بشأن الإنترنت، وأيضاً هؤلاء الذين يقومون باختراق النظم إلى آخره، فعليهم أيضاً أن يتعلموا المزيد عن الأخلاقيات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، فيجب أن تكون هناك مساءلة بحيث يتمكن الجميع من جنس البشر أن يستفيدوا من الإنترنت بصورة متساوية وبها نزاهة. وأخيرا، إن نظام الإنترنت الحالي يجب أن يتعرض أو يخضع للتقييم. فان المجتمع العالمي في الوقت الحالي تهيمن عليه الدول المتقدمه فعلينا اذن ان نبني نظاما جديدا يمكن من الاستفاده من التقنيات الجديده من قبل كل الدول هذا امر يمكن ان يقوده المنتدى منتدى الامم المتحده لحكامه الانترنت وايضا الاتحاد الدولي للاتصالات وحتى الان ما من تنظيمات تخضع لها كل الدول حتى نحقق كل هذا لن نتمكن من ان نحقق الانترنت الشامل للجميع شكرا لدينا مشارك هنا في القاعة، مشارك هنا في القاعة، ثم مشارك عبر الإنترنت. تفضل. شكراً على هذا النقاش الثري. اسمي بيتر مايساك. أنا من أكسس. أكسس ناو. أنا محامي هناك. واريد ان اقدم نتائج النقاش الذي دار في بدايه هذا الاسبوع فان المجتمع المدني قد التقى ممثلوه بشان الاتفاق الرقمي العالمي وكانت هناك عده مجموعات ممثله في القاعه وركزنا في نقاشنا على ثلاث مجالات الشفافيه الاتساق والزخم والنطاق بالنسبه للشفافيه والاستجابه نحن قد قضينا وقتا طويلا نناقش فيه الاتفاق الرقمي العالمي ولكننا لا نعرف كيف يتم استخدام كل هذه المدخلات في الشهرين الماضيين قرانا وثيقه موجزه للغايه من الميسرين ميسري هذه العمليه وهذا لا يعكس النقاش الثري الذي دار بشان ذلك إذا نحن نحتاج إلى المزيد من العمليات التي يشارك فيها متعدد الأفراد وهذه العمليات يجب أن تكون شاملة تشمل أيضا مشاركين ويؤخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي ومختلف الأطراف المعنية ف ان الدول الاعضاء يجب ايضا ان تراعي مشاركه المجتمع المدني عند ارسالها لوفود بالنسبه للاتساق والزخم فنحن نكرر ما قيل من قبل بشان نواتج الاتفاق الرقمي الجديد في المنتدى ونحن في هذا الاسبوع استخدمنا فرصه وجودنا هنا من اجل ان نقوي من الاتفاق الرقمي ونحن وصلنا الى توافق في الاراء انه يجب ان يكون المنتدى مفتوحا وشاملا للجميع هذا امر مهم اكثر من اي وقت مضى ايضا بالنسبه للنطاق نحن نريد ان نزيد من جهود المجتمع التقني نحن ندرك ان النقاش حول حوكمه الانترنت اوسع من مجرد ان نحصره في نقاش تقني ولكن هناك اطراف معنيه رئيسيه نجحت اثناء الجائحه في ان تواصل العمل وهذا بفضل الانترنت شكرا جزيلا. لدي دبرا الن التي تريد ان تتحدث عبر الانترنت ولدي شخصان يريدان اخذ الكلمه هنا. فاذا حيث ان الوقت يداهمنا سنبدا اولا بدبرة ولن نأخذ متحدثين اخرين. مرحبا وشكرا على اعطاء الفرصه للمشاركه. لدي بعض التعليقات بشاني. العمل الذي تقومون به والكلمتان الرئيسيتان هنا هما نشر الأخبار والمشاركة أنا من نيويورك وأنا أعمل في منظمة غير حكومية هنا في لاهاي في هولندا ونحن نحاول أن نقوم بالترويج لاستخدام الرقمي نحن نعمل مع منتدى الأوروبي للإنترنت وبالنسبة لنشر المعلومات فمن الضروري أن نأخذ مثلا في الاعتبار مثال بيس بوت أو سفينه السلام هذه السفينه موجوده منذ عده عقود من الزمن وهي تهدف الى التقريب ما بين الشباب من مختلف انحاء العالم فيمكن ان ناخذ هذا المثال وذلك من اجل ان نجمع ما بين افراد من مختلف اطياف ان سفينه السلام تقوم بعمل عده مشاريع وحملات لتعزيز السلام وحقوق الانسان والاستدامه وهي تعمل مع مختلف الشركاء وهذه السفينه تجوب العالم من اجل بناء الصداقات من اجل السلام هذه السفينه مبادره يابانيه هل يمكن أن تذهبوا إلى الموقع peacebot.org فيمكن أن تحصل على المزيد من المعلومات هناك ويمكن أن نقوم بشيء شبيه ولدي سؤال أخير في كثير من الأحيان فإننا نتحدث بصورة عامة أثناء هذا المنتدى وأنا أريد أن أعرف ما هو أكثر شيء تشعرون بالفخر إزائه هنا في هذا المنتدى؟ أنا واثقة أن هناك أمور قمتم بأدائها تشعرون بالفخر إزائها. فشكراً على إعطائي الكلمة. أود أن تتذكروا الأسئلة لأنه بعد أن سمع إلى آخر متحدثين فأريد منكم أن تجيبوا عن هذه الأسئلة. سأعطي لك الكلمة الأول سيدتي. اه هناك أيضاً شخص ثالث. آسفة لم أرك. إذاً ثلاث متحدثين. سأتوخى الإيجاز. اسمي أما جيبسون. أنا مع الاتحاد من أجل الحقوق الرقمية العالمية. ونحن قمنا بنشر هذه المبادئ النسويه العشره من اجل اشراك النوع الاجتماعي في الاتفاق الرقمي العالمي. نحن فعلنا ذلك يوم السبت. احدى المبادئ التي نعززها هي زياده قياده المراه في حوكمه الانترنت وصناعه السياسات. سؤالي هو ما هي مدى أهمية إدراج النوع الاجتماعي في الحوكمة الرقمية وحوكمة الإنترنت؟ أنا أعتذر هذا الزميل انتظر فترة طويلة لأخذ الميكروفون ولكني لم أره فلنعطيه الكلمة أولاً. شكراً جزيلاً السيدة الرئيسة. سأحاول أن أتوخى الإيجاز. أنا أحد كتاب مبادئ جنيف. أي أنا كنت أحد ممثلي الدول في جنيف في ديسمبر كانون الأول 2003 وأود أن أقول أن هناك مبادئ تحكم هذه العملية وهذه المبادئ قد وضعت منذ عشرين عاما ولم يذكر أحد في هذا المنتدى مسألة المبادئ تحدثنا عن الأطر تحدثنا عن خطط العمل أو العمليات، ولكن قد يكون من الجيد أن نعود إلى هذه المبادئ وكي نستعرضها، لنرى ما الذي أنجز بحسب هذه المبادئ، أو استنادا إلى هذه المبادئ. أنتم لن تصدقوا مدى النقاش الذي أجريناه حتى نقوم بإعداد هذه المبادئ. لقد استغرق الأمر أسبوعاً واحداً لاعداد هذه المبادئ. أيضاً بالنسبة للأساس القانوني أو الأساس الفكري لهذا النقاش، بالنسبة للأساس القانوني في جنيف في ديسمبر كانون الأول 2003 كان هناك نقاشا مطولا بشان ديباجه هذه المبادئ وكانت هناك معارضه قويه اثناء القمه لا ذكري الاعلان العالمي لحقوق الانسان ونحن من خلال النقاش تمكنا من ان نتغلب على هذه المعارضة والآن أو هذا الاعتراض والآن نحن ندرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجة مبادئ جنيف، هذا هو الأساس. فدعونا نأخذ بعض الخطوات إلى الوراء، دعونا نقوم باستعراض هذه الوثيقة. شكرا جزيلا وقبل أن تغادر المكان هل يمكن ان تقدم نفسك انا اعتذر اسمي وينستون روبرتس وانا كنت امثل نيوزيلندا في اثناء القمه العالميه لمجتمع المعلومات في جنيف ولان انا اعمل لدى منظمه غير حكوميه تقوم بتمثيل قطاع المكتبات شكرا جزيلا وأعتقد أن العودة إلى المبادئ أمر هام شكرا على مساهمتك اسمي دي لا شابيل وأنا المديرة التنفيذية لـ Internet بوليسي Policy Network و أيضا مسؤول البيانات في داتا سفير مبادرة داتا سفير انا يعجبني هذا العنوان الخاص بهذه المجموعه النقاش مستقبل حوكمه الانترنت وما نحتاج ان نفعله بحيث ان يحتوي المستقبل على ما نريده انا اعتذر عن تكراري لما قلته من قبل ولكن حوكمه الانترنت ليست كاملة الأوصاف ولكنها ما جمعتنا حتى الآن وحافظت على عملنا سويا. إن حوكمة الإنترنت عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي تعمل في المجمل بمعزل عن بعضها البعض. هناك أيضا الكثير من المبادرات الحكومية وأيضا الحكومات الفردية وفي الوقت الحالي فهناك طبقة ثالثة نتحدث عنها وهي حوكمة الإنترنت في العصر الرقمي. وأنا أعود إلى ما قاله قالته جوردن. الفكرة هنا أو السؤال الرئيسي هو ما هو المجتمع الرقمي الذي نريد أن نبنيه؟ أنا أتفق أن هناك أسئلة رئيسية من ضمنها أسئلة سياسية علينا أن نقوم بالإجابة عنها. فبحسب قول جوردن ان الموارد المتاحه للمنتدى هي عباره عن سباق في النفاق مسابقه ومنافسه على النفاق فليس من المقبول ان تكون المساهمات متدنيه بحيث لا يمكنها ان تدعم رواتب العاملين في هذه المنظمه بينما نطالب المنتدى بالكثير والكثير هذا ياتي بي الى النقطه التاليه وهي مساله التنسيق نحن لا نهدف إلى أن نجعل المنتدى يتعامل مع كل شيء. نحن لدينا الكثير من الائتلافات الديناميكية. هناك أمور يمكن أن نقوم بالبناء عليها. يمكن أن ننظر في الموضوعات المختلفه ونجمع ما بين الاطراف المعنيه المختلفه لمناقشه هذه الموضوعات ونقوم باعداد تقارير بشان هذا كل عام اما بالنسبه لموضوع الطموح هذا الامر يتعلق بالمجتمع الرقمي الذي نريد ان نبنيه والسؤال هو ما هو هذا المجتمع هذا اعتراف بان كل تطور وكل تواصل يت سواء كان الكتابه او اللغه او الطباعه، كل هذا تغير بصوره ضخمه وان جهود البشريه لكي تنظم نفسها وتجعل المجتمعات أكثر تواصلا هذا هو لب الموضوع نحن لدينا سبع مليار شخص متصلين ببعضهم البعض على الإنترنت وهنا أود أن أختتم باقتباس هذه العبارة الذي يقال بأن كوفي عنان هو الذي تفوه فيها عندما نقوم بتصميم حكومة حوكمة الإنترنت يجب أن نتحلى بالابتكار شأن الذين ابتكروها، نحن ابتكرنا ذلك في منتدى حوكمة الإنترنت في عام 2006، وهذا يعني بأنها أنه منتدى مستدام، فإن التحدي هو معرفة تصميم أو هندسة الحوكمة التي نريدها. شكرا أنا كنت قد اختتمت باب النقاش وذلك قبل أن تتوجه إلى الميكروفون أنا أعتذر سأقرأ سؤالين على الإنترنت أعذرني ولكن كنت قد طلبت بوقف أنا هل لي أن أدلي بشيء قصير جدا لكنني لكن سؤالي ما هو موقف فريق القياده ماذا عن الانترنت هل هو مكان حرب او ساحه حرب جديده تستخدم ضد الاخرين هل نحن بحاجه الى اعلان عالمي حتى نعلن عن الانترنت كبيئه مسالمه ما هو موقف منتدى حوكمة الإنترنت؟ وهذا كان سؤال من أمير حكماري، والآن سؤال من لوبرالي، وأعمل بأنني ألفظ اسمه بشكل جيد. فإنه من الضروري اتخاذ قرارات نظرا للجهود التي اتخذت في وضع الوضع الاتفاق العالمي الرقمي. من المفترض للمنتدى أن يتحول إلى الى التطور الى تطور نظرا للتغيرات العالميه الان حان الوقت لكي ناخذ بعين الاعتبار العناصر المهمه في حياتنا بدا الناس يتبادلون العل... المعلومات ويتواصلون دون انترنت فعلينا ان نكون نتحلى بالابتكار حتى نتوصل الى انترنت عالميه تكون فضاء مسالما ل ويتيح او يفتح المجال امام الابتكار هذا ما حصلنا عليه على الانترنت والرجاء ان تردوا على ذلك وان تلتزموا بدقيقتين شكرا ادري أنا سأحاول، هناك العديد من الأسئلة، والوقت ضيق، أود أن أجيب على ثلاثة أسئلة، السؤال الأول: ما الذي يمكن أن نفعله من أجل سد الثغرة التي نتحدث عنها؟ برأيي أنه نظراً للطبيعة المتغيرة للحوكمة الرقمية، وايضا منتدى حوكمه الانترنت اعتقد بان المنتدى لديه دور في هذا المجال لانه غطى كافه المسائل التي لها علاقه بالعالم الرقمي مما لا شك فيه بان الامور في بعض الاحيان تتكاثر ف نرى بأنه علينا أن نركز، لا نستطيع أن نناقش كل شيء، ولا نستطيع أن نناقش كل شيء في الوقت نفسه، فلنأخذ مثلاً أهداف التنمية المستدامة 17 كل سنة، نركز على اثنين منهما، ونحن ناقشنا مدى التقدم الذي أحرزته، ونتناول كل هدفين على حدة في كل سنة. ثانيا، إلى أي حد النوع الجنساني مهم؟ برأيي للغاية، سمعنا من السيدة بوكدان مارتن بأن الهوى تضيق في بعض المجال إلا أن فجوة الجنسانية لا تزال تتسع. ومع مشاركه الجميع على الانترنت فنرى بان الفجوه الجنسانيه تتسع البعد الجنساني يجب الا يكون منفصلا بل يجب ان يتم ترشيده في كافه الحوارات يجب ان يدخل في الاعتبار عند تنظيم منتدى حوكمه الانترنت وغيرها من المسائل ما فعلناه حتى الان كان ناجحا فنحن قد توصلنا الى نموذج تعدد اصحاب المصلحه لدينا الالاف من المشاركين كل سنه ولكن كما سمعنا لدينا ممارسات فضله وهذا امر جيد فنحن يجب ان نتمكن من الافلاح في هذا المجال شكرا انيتا دقيقتين لك شكرا على اعطاء الكلمه نقطتين اولا أعتقد بأن الناحية السياسية مهمة، ولذلك فإنني أوافق المتحدث رأيه بأن إطفاء الطبع الدولي على الإنترنت يتطلب القبول بأن فكرة أفادت الشعوب، وذلك بفضل قانون عام في الماضي، المشكلة فيما يتعلق بمنتديات شأن منتدى حوكمة الإنترنت هو أنه ليس أنه يجب الإشارة إلى الجنس وأنا أعرف بأنه إنها من الأمور التي تعرض لها بعض الأشخاص عندما حاولوا التسجيل قد يكون هناك من يوافق الاخرين الرأي في منتدى حوكمه الانترنت وهذا ما قمنا به عندما تحدثنا عن علم الاحياء المتولد نرى بانه فيما يتعلق بالتجاره وتدفق السلع فان هناك ما يمكن ان يستب من الحكومات من قبل شركات كبرى ايضا هناك مشاكل متعلقه بملكيه السكان الاصليين في بعض المجالات نحن كمنتدى لا نغطي بعض المسائل نحن نحاول الدفاع عن حقوق البيانات وقد تمت الاشاره هنا الى الجائحه فانه تم تقديم البيانات لبلدان في أفريقيا وأن الفوائد من الأبحاث الصيدلية لا تعود يعني لا يعود نفعها على بلدنا في أفريقيا بل على شركات صيدلية في الغرب هناك فصل بين الحوكمة حوكمة على الإنترنت والحوكمة في المجتمع الرقمي كلا برأيي لا برأيي أن كل شيء كل شيء مختلط نحن ما نسمى بهومو تكنيكس نحن خليط من إنسان بشري وتقنيات نستخدمها شكرا رناتا شكرا للجميع أود أن أعاقب على المسائل المتعلقة بالنوع الجنساني برأيي أنه لا يكفي أن نزيد من من أهميتها وأنا يسعدني أن أكون هنا مع ستة نسوة رائعات في هذه الجلسة ولكن أود أن أقول أنه لا يكفي أن نزيد عدد المشاركين من ناحية التنوع بل أن نفرز الفضاء الكافي للتفاعل أرى بأنه يجب أن نفكر مثلا في المجتمع في كل مجتمع على حدة أولا وبعد ذلك على في منتدى الحوكمة الإنترنت هناك مسألة تتعلق بالتحديات التي نواجهها هنا، ولا سيما فيما يتعلق بمستقبل الإنترنت، مستقبل حوكمات الإنترنت، ومستقبل العالم الرقمي، والمبادئ. والسؤال الذي يطرحه منتدى حوكمه الانترنت هو ما هي الانترنت التي نصبو اليها وانا اتساءل ما هو المستقبل الذي نريده لاطفالنا وللاجيال الصاعده نحن نوافق نتفق معكم بان هناك مشكله نتفق معكم فيما يتعلق بالتشخيص والآن آن الأوان لكي نصل إلى الحلول والمتعلقة بالحوكمة في مجتمعاتنا ولهذا فإنني أدلي بكل ذلك في إطار تعليقي قائلة بأنه يجب أن نكمل حديثنا حول حول الفجوة الفجوات المختلفة آه كما آه نعرف فإنه تم الاتفاق على إطلاق العنان لعملية الحوار مع أصحاب المصلحة وذلك من أجل الأعداء لعام 2021 2024 لمسائل آه نناقشها في إطار منتدى حوكمة الإنترنت وأرجو أن الجميع سيتفكر بهذه المواضيع حتى ندرجها في خطة هذا الـ هذا الـ هذه القمة هذا المنتدى عفوا نحن سمعنا عدة مبادئ مبادئ بنينا عليها لأنها مهمة سمعنا عن شفافية الخيارات وأنا أوافقكم الرأي بهذا الصدد أما فيما يتعلق بجوهر ما ناقشناه فمن فهي ضرورية جدا ولكن علينا في كل ذلك أن نحرص على الشمولية التحديات أعرف بأن كافة الأطراف المعنية موجودة وهم الأنواع الجنسانية المختلفة ولكن لدينا أيضا جنسيات مختلفة وينبغي أن نحرص على مشاركتهم كلهم وفقكم الرأي إن الأمانة صغيرة علينا أن نوسعها وأن نحصل على التمويلات الكافية وإلا فلن تتمكن من اللحاق بأمر بالأمور أو جولة تحدث عن الطموح أعتقد بأن الطموح مسألة مهمة بالنسبة إلينا نحتاج إلى الطموح لكي نتمكن من تطوير منتدى حوكمة الإنترنت وهناك دعم لإنترنت محورها الإنسان ولهذا فنحن بحاجه الى الاعلان عن هذا المنتدى حتى يعرف عنه الجميع ونشجع على المشاركه فيه حتى نشارك في وضع حوكمه الانترنت في المستقبل جوردن لدي عده نقاط اشير اليها اذا كانت هذه المسائل مهمه فيجب ان نحولها الى مصادر نحن نعرف بان هناك العديد من الاشخاص الذين يمكن ان يستفيدوا من ذلك ايضا هناك الحكومات برايي ان الحكومات يمكن ان تستفيد من هذه العمليه حتى نغير التوازن الحالي هذا اولا ثانيا هناك مسائل متعلقه بالحوكمه في هذا الفريق البعض منها كان بالامكان استخدامها باطارها الصريح فنحن لم نناقش بعض المسائل الحساسه وبعد الاجتماعات فالكل يهم في الرحيل اذا فيما يتعلق بحوكمه الانترنت فهو تحد بحد ذاته ونرى بان هناك بعض المسائل مهمه حيث ان هناك المئات من المواضيع ولكن نحن لا نتطرق الى النماذج التي نحتاج اليها هذا هي ملاحظه من جانبي ثالثا يجب ان نعود الى قضيه اعاده اختراع الاشياء ولكن على اسس نحن اتفقنا عليها شكرا أنا يعجبني كل ما سمعته لقد استمتعت بهذه السيمفونية من الأفكار المبدعة والتي مثيرة للنقاش أعطيك الكلمة الأخيرة نحن على وشك أن نختتم هذه الجلسة ولكن اود ان اشدد على بعض المسائل التي تمت مناقشتها هنا واشكر المتحدثين والحاضرين في القاعه وعبر الانترنت فان افكارهم اثرت نقاشنا وهي مهمه بالنسبه للمستقبل ان عنوان هذه الجلسه هو مستقبل الحوكمه الرقميه هذه مسألة نحن تفكرنا فيها وتأملنا فيها برتران قال بأن هناك شيء نكرره عبر السنوات نتحدث عن حوكمة الإنترنت والحوكمة على الإنترنت بهذا يمكن أن أقول بأنه بهذه الطريقة أصبح نفهم الأسئلة أكثر إذا هو مستقبل حوكمة الإنترنت كما تحدثنا عن مجتمع المعلومات في منذ عدة سنوات عن السبرانية في 2010 والآن ننتقل للحديث عن حوكمة الإنترنت. هناك شيء سنسمعه عنه دائما وهو الإنترنت. ونحن هنا من اجل الانترنت وحتى دعونا نحولها الى سلاح يستبد بفضله السلام ويخدم مصلحه البشر شكرا فلنصفق للمتحدثين